يتوفر لدينا هاتف هواوي ميت 8. سنتحدث اليوم عن ميزات وإمكانيات هذا الهاتف الذكي. أولاً التصميم. يتميز هاتف هواوي ميت 8 بتصميم أنيق ومميز ومناسب للحمل في اليد، وجاء بطول 157.1 ملم وعرض 80.6 ملم، وجاء بسماكة 7.9 ملم، وجاء بوزن 185 جرام، وجاء موضع مستشعر بصمة الأصابع أسفل الكاميرا، ويتيح للمستخدم التحكم بالهاتف بشكل مريح. ثانياً الشاشة والصوت. جاءت الشاشة من نوع Super IPS LCD بمقاس 6 بوصة وبدقة Full HD مع واجهة من نوع Emotion UI 4.0، وجاء مع طبقة حماية من نوع Gorilla Glass 4. أما بالنسبة إلى الصوت، فأنواع التنبيه في الهاتف هي الـ MP3 والاهتزاز ونغمات الواف. ثالثاً الأداء. جاء الهاتف مع معالج 80 نواة من نوع هاي سيليكون كرين بتردد 2.3 جيجاهرتز وبمعمارية 64 بت، وجاء الهاتف مع معالج رسوميات من نوع مالي تي 880 مع أجهزة استشعار للدوران والقرب والتسارع والبوصلة. ويتوفر الهاتف بإصدارين: ذاكرة داخلية بحجم 32 جيجا بايت مع رام بحجم 3 جيجا بايت، وأيضا ذاكرة داخلية بحجم 64 جيجا بايت مع رام بحجم 4 جيجا بايت. رابعاً الاتصال والشبكة. جاء الهاتف ثنائي الشريحة دول سيم في وضع الاستعداد، ويدعم شرائح الاتصال من نوع LTE 4G، ويدعم الهاتف خاصية الواي فاي من نوع 802.11 BGN وخاصية تحديد المواقع GPS وخاصية البلوتوث. خامساً الكاميرا. جاءت الكاميرا الخلفية بدقة 16 ميجا بيكسل بسرعة 60 إطار في الثانية وبفتحة عدسة 2.0 مع خاصية التركيز الأوتوماتيكي أوتوفوكس وفلاش ليد ثنائي ومثبت بصري. أما الكاميرا الأمامية جاءت بدقة 8 ميجا بيكسل بدقة فول اتش دي وبفتحة عدسة 2.4 مما يضمن صورة أوضح مع الإضاءة الخفيفة. سادسا البطارية. جاءت البطارية غير قابلة للإزالة وبسعة 4000 ميلي أمبير وتدوم لساعات طويلة من الاستعمال المتواصل. سابعا نظام التشغيل. جاء الهاتف مع نظام تشغيل من نوع أندرويد مارشميلو 6.0. وأخيرا وليس آخرا، رأينا في الجهاز: إن هذا الهاتف من أفضل الهواتف التي استعرضناها سابقا، وذلك لوجود العديد من الميزات التي تشجع المستخدم على اقتنائه، وأولها وجود مستشعر لبصمة الأصابع، كما أن الهاتف يدعم الشحن السريع أيضا، بالإضافة لوجود العديد من الميزات البرمجية التي لم يتسنى ذكرها. متوفر الآن لدى مركز سواء، الموزع المعتمد لجميع منتجات شركة هواوي.